ندعي شحاب يا خال وثك الجبال عارف شو معدني رغم هذا الحل وعاني فوق ظروف نعرفش اشي اسمخ وبعرفش شو بصير معي بنص البال بكلاشنكوف. مرحبا، اليوم جايين من مصر، في عنا اغنية الارسينيك نزلت. المهم بدنا نعمل رياكشن على الاغنية، لسه ما سمعتهاش ولا شفتها. تخيل الحلقتين الجايات راح يكونوا لمصر اكتر. وبس يعني خلينا نسمع الاغنية. كبر الفيديو. Let's go. صاعقة. نايس. حلو. سابع سما بلعب على الايد بول بانت ليا بيت فوق بيت الملك. بصراحة أرسنك أنا أول مرة حضرته وأول مرة شفته في يا تراب يا تموت. حدا كتير جامد، ليريكال بشكل مخيف، وأثبت لي هذا الإشي في البيف اللي فاته مع أبو الأنوار وأبي يوسف. روحي في عالم تاني، عندي العين التالت، وزني تقل، المساحة في جيبي اتمالت، صاحبي احنا تعبين ما بنسلكش غير للسالك، جنبي مسدس بعين واحدة بسم الله، كل من لقط منه الغمزة في نفسه ستار، اهلا بيك في الجيزة جاي ستار، كلا تبقى الميت فينا لما الحي يطلعلك حي، الفايبر زي الصعقة ولاوة، ما فيش ندي ست في ملعب جنب البيك بوي ليك. الأغنية مبينة كتير حلوة وكتير فيها مواد. أنا بتخيل إن الأغنية زي 5 دقايق و45. الأشي اللي صدمني في أرسنك كمان أغنية الشيء اللي نزلت إله، صدم إلي. أنا ما سمعتها قبل ما تتصور فيديو، سمعت الفيديو كانت كتير كتير حلوة. من وقت أنا هسه يعني صرت من الناس اللي بحب أرسنك. مش قد الفيلم الهوبيت اللي بتهرو فيه، ولا لقيت من كوبين عدد في الطابور، واقفين تحية لأعلام الجنوب، قفلنا عداد الوقود، انا مش نجم انا اعلى من نجوم. حقك بص وبعزق دماغي في جنون، بص في القعده وكلامي موزون، سهره صباح الليله دي في جنون، وقتي يدوب بصيف في الجمجمه كناص، تسميني الجمجمه الماس، نوك الشو هننهيكوا في السباق، هنحتفل باللزاق، سكه لمهاي هنصفيكوا تحت لاب، هنحتك للغناي كلم مراي، بنكرهوا عالتراك مش هتسمعوا العتاير، خد لك واحده من كوداك بيشاوروا لي بالعماير، صاحبه مفاير انا اكتب لكم الشهايد، انا وزع الجوايز انا جهز الجنايز. بس انا بدي احكي رايي، انا بالنهايه ايش ما احكي رايي مش مهم بالمره، بس حرام ارسنك يعني وين يعني بعرفش يعني موقع هذا اللي فات اللي بغني هسه. بصراحة بديش انام، بدي اسمع الاغنية واحس انه في انرجي، فاهم؟ وهذا الـ هذا الـ هذا اللي بعرفش مين هو، يعني شكله مضيعني. حرام اتكلمت وده فعلنا، لما نعلم نعمل ستاك، لما بتطرم ناكل فرقة، لما بتطرم تاخد حيزة، لما بتعلى بتبقى باني في دماغك فبتاخد جيزة، مش هتبني هنا طول ما اسم الفايبرز عالي، تاخد موافد حينا بس تستصعبنا لسه سلا كلها عايزة بقدر اعمل سكيب ولازم احضر الاشياء كله بعرف. الله يستر. ينكت في ان انت التاكل لعبتنا، لما الكل سابق كله يهدي وياخد جاني، هنقدرك لو هتعاني، تلات تسعات بنشد لك زاد، الطلب حي منبطل شيل المامات، كل اللي فات كان استعداد. والله هي رقصة لعالت بس. هاد منيح، اول بتهيألي نفس مروان موسى. شايفك
كسر حاجز الزمن نص دماغي ده بنت فوق زباله على الشديه وتمام صيده والله مروان موسى لفينا على الهدف نشف ده منتهى عيني ايش بتكشف المزيف فيك ايدي فيها هيك يوطي العالي فيك ومش هتنفس الفايب اسمع ما تروح وتيك ونولعها في اي وقت واي سيزون انا بندل في القرار ازاله ظبطنا الانفو والسحابه كلام ناس اللي يشيل احلامي تبتقيل يونيك بصح بنتو عمركم ما جيلو نعمل مزيكا الباقي بيروس سنايبرز كل كلمة هيت شوت فليكسن ام فليكسن ام كان انو بيتشز ام كان انو سنيتشن ام جاسن نو هو ام رانن ام رانن دي نيجز ام عانن دي بيتشز كي ستانن لك دو دس دو ويبن ام ويبن دي بيتشز كي ترابن دي بلانن فر باتش والله it's so good reloading my weapons ignoring chickens go killing the whack got in my racks I'm running so fast bitch I'm boosting my energy life is so bad switching it fast I'ma make a new one for me you're asking for honor that's what I had and you're just losing your sanity this for my thoughts this for my love this to all of my family هدول بعرفش مين هم صراحة أول مرة بسمعهم يعني الثلاث أشخاص اللي غنوا أول مرة بسمعهم يعني أنا بسمع متابع السين المصري بس عن جد أول مرة بشوفهم فيديو أو أغنية جايمون يحكى اني في غيرنا على الامة فين دول قولي فين الكورس حلو انا استكنيت فوق هتلاقيني في سابع سما بلعب على الايت بول بنت ليا بيت فوق بيت الملك بيت الملك روحي في عالم تاني عندي العين التالت وزني تقل المساحة في جيبي تمالت صاحبي احنا تعبين ما بنسلكش غير للسالك وانت فاهم وانا فاهم الفيديو حلو not bad يعني كان بقدر يطلع ايش اكثر من هيك بس لطيف بصراحة اسمعوا الاغنية لطيفة بس كان في اللي غنى الثاني والثالث مش واو كان بقدر يكون افضل من هيك ارسنك سفاح واللي غنى اخر اشي كمان كتير شاطر حبيت الفلو تبعه يعني ريسبكت لأهل مصر يعني بالنهاية وبحب أهل مصر شو بيعملوا وبحب أسمع ناس جديدة كمان وأي حدا بيسمع لناس من مصر أنا بعرفهم مش اكتبوا لي بعرف إن نزلت حلقة امبارح بس هاي راح تنزل اليوم لأنه تعرفوا نزلت الأغنية جديدة ولازم أنزل بنفس الوقت تقريبا anyway نوصل لآخر الحلقة نحكي ادعموا القناة اشتركوا بالقناة اعملوا لايك وكومنت تحية من فلسطين لأهل مصر نشوفكم بحلقة جديدة فيديو جديد من برنامج رأي مش مهم Peace.